حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان جنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.